في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية واتجاه الدولة لتصحيح خطوات سابقة بالاتجاه إلى التصنيع، شايف إن إحنا محتاجين كمجتمع وكحكومة نعيد الاعتبار للتعليم الفني. مطلوب مننا نغير الصورة الذهنية عن التعليم الفني على الأقل مجتمعيا، لأن هقول لك بالأرقام الحكومة والدولة اشتغلت من 2014 على تطوير التعليم الفني. التعليم الفني نظرة المجتمع ليه غير جيدة، بمعنى لو جه شاب خريج تعليم فني بيعمل في مصنع بيتقاضى أجر جيد يستطيع أن يفتح به بيت وتقدم لبنت حضرتك الجامعية خريجة كلية أداب مثلا أو حقوق، فهتقول له لا ما عنديش بنات للجواز، انت مؤهل متوسط وبنتي مؤهل جامعي. قال يعني خريج الجامعات بهو زي الفل يعني، ما كلها بطالة مقنعة. ده صورة من صور النظرة الاجتماعية. النظرة الاجتماعية ان انت بتبقى قاعد وسط اصحابك تقول انا عندي ثلاث اخوات، واحد معاه بكالوريوس ايه والتاني ليسانس ايه والكلام، وتيجي عند اخوك اللي خريج تعليم فني فتقول له يعني الشاب ده كانت ظروفه صعبة في التعليم. هذه هي النظرة. تعال اخدك إلى دولة من العظماء السبع في العالم في الاقتصاد والتصنيع وهي ألمانيا. ألمانيا بنت نهضتها الاقتصادية الحديثة على التعليم الفني. وينظر يعني ليس كل خريجي ألمانيا الشباب خريجين جامعات، بل أغلبهم والنسبة القطاع الأعظم خريجين تعليم فني. وده اللي خلى ألمانيا تتجاوز صادراتها 1500 مليار دولار. مصر بتطمع في 2025 تبقى صادراتنا 100 مليار دولار. صادراتنا دي مش هتيجي، هو طبعا في اسباب كتيره واهداف تدفعك تحقق هذا الهدف الاعظم، بس من بينها الاهتمام بالتعليم الفني. ما التصدير ده تصنيع، والتصنيع يبقى انت عايز عماله فنيه مدربه. لك أن تتخيل مثلا أن عدد طلاب التعليم الفني في المرحلة الثانوية يشكلوا 55%، يعني لو خريج الإعدادية 1000 واحد 550 بيروحوا تعليم فني و450 بيروحوا التعليم الثانوي العام. لكن هتلاقي الاهتمام الإعلامي بنتيجة امتحانات الثانوية العامة كبير، حتى أن الوزارة بتعقد مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا ما اعلن نتيجه الثانويه العامه. لا انا عايز مؤتمر صحفي لمعالي وزير التربيه والتعليم يبقى خاص بالتعليم الفني. انا عايز اعيد الاعتبار للتعليم الفني في بلادي. عايز اغير الصوره الذهنيه عن التعليم الفني. التعليم الفني هو قاطره تنميه ونمو هذه البلد. التعليم الفني بقى مقسم عندنا في منه تعليم فني تجاري وصناعي وزراعي وفندقي يعني. وعندنا دلوقتي أكتر من حاجة و30 مدرسة بقت تعليم فني تكنولوجي، يعني بقينا 38 مدرسة بالظبط هيوصلوا ال 55 خلال السنوات القليلة القادمة. يبقى أنا عايز أدفع ولاد بلدي الشباب وفهموا إيه هو التعليم الفني وأهميته. طيب لو إحنا كمجتمع غوي منظرة وفشخرة وباصص على المؤهل، يا سيدي خرج التعليم الفني نديله درجة البكالوريوس، هو مين اللي بيديها له؟ مش الدولة؟ عشان أنا كشاب خريج تعليم فني أروح للبنت اللي بحبها خريجة أداب أو حقوق وأقول لأبوها أنا معايا بكالوريوس، إيه المشكلة يعني؟ يعني ده كلها ورق. بس أنا يهمني هنا أغير صورة ذهنية وفي نفس الوقت أطور أدوات هذا الطالب اللي بيدرس التعليم الفني واقول له ان البلد عامله لك تعليم فني راقي وعلى مستوى التكنولوجيا. في المانيا بيروحوا رابطين هذا التعليم الفني بالمصانع، فيجي مصنع يتكفل بمصروفات معهد بالكامل على اساس ان خريجي هذا المعهد هيعمله في هذا المصنع ويقدموا له دعم، والطالب بيقضي جزء من الوقت للدراسه وجزء من الوقت داخل المصنع. وأول ما بيتخرج بياخد المرتب وبيطور نفسه. والله هذا الخريج المعهد الفني في ألمانيا واشتغل في مصنع كبير للسيارات
عايز ياخد بكالوريوس وجامعه، اهلا بيه. هي دي الصوره اللي عايزين نهز بيها هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي يبحث عن الشكليات، اللي يهمه ابنه ياخد بكالوريوس حتى لو قاعد جنبه في البيت 10 سنين عاطل منهم 9 سنين ونص قاعد على القهوه. يبقى احنا لازم نعمل ده. ارقام التعليم الفني في مصر مبشره خلال السنوات الماضيه. عندنا تعليم فني، بقول لحضرتك تعليم تكنولوجي في 38 مدرسه، يعني ده رقم كبير بالمناسبه. يعني عدد المدارس التطبيقيه التكنولوجيه 38 مدرسه، متوقع تصل عدد مدارس التكنولوجيا 55 مدرسه، عدد التخصصات 70 تخصص. التعليم الفني فيه تفصيلات اكتر جوه الاربع تخصصات الرئيسيه اللي هي التجاري والفندقي والزراعي والصناعي، في حوالي 200 تخصص.